السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلم على مبرهن القيم الوسيطية الصيغة رقم واحد حالة خاصة. في فيديو سابق تكلمنا على مبرهن القيم الوسيطية الصيغة واحد، يعني الحالة العامة نذكر بها. إذا في الحالة العامة إذا كانت F متصلة على مجالين A B فإنه لكل عدد حقيقي بيتا محصور بين F لA و F لB يوجد على الأقل عدد حقيقي ألفا من المجال A B بحيث اف لالفا تساوي بيتا. اذا عندنا جوج ديال الشروط، اف متصلة على مجال ا بي وبيتا محصورة بين اف لا و اف لب. اذا بصيغة اخرى فالمعادلة اف لاكس تساوي بيتا تقبل على الاقل حلا في ا بي. في الحالة الخاصة كيبقى نفس الشرط الاول، يعني اف متصلة على مجال ا بي. الشرط الثاني كنحسبوا الجداء ديال اف لا مضروبة في اف لب. اذا كان هذا الجداء سالب قطعا، يعني اصغر من صفر قطعا، ما معنى اف لي ا في اف لي بي اصغر قطعا من صفر؟ يعني ان اف لي ا و اف لي بي لهما اشارتان مختلفتان، اذا واحد موجب وواحد سالب. اذا في الشكل الهندسي فاذا كان عندنا اف لي ا و اف لي بي لهما اشارتان مختلفتان فالقيمه غتكون فوق الصفر وقيمه تحت الصفر، يعني دائما الصفر غيكون محصور بين اف لي ا و اف لي بي. اذا علاش قلنا الصفر؟ لان في الحاله الخاصه بيتا كتساوي الصفر. اذا ما كنقولوش اف لي اكس كتساوي بيتا، بيتا في الحاله هي صفر. اذا الحاله الخاصه كتقول لنا اذا كان اف متصله على مجال ا بي و اف لي ا اف لي بي اصغر قطعه من الصفر فان المعادله اف لي اكس تساوي صفر تقبل على الاقل حلا ألفا ينتمي الى المجال ا بي. اذا ناخذ مثال تطبيقي، اف لي اكس تساوي اكس اس 3 زائد اكس ناقص 3. السؤال يقول بين ان المعادله اف لي اكس تساوي صفر تقبل على الاقل حلا في المجال 1 2. اذا اول خطوه الاتصال، اذا اف متصل على ار وبالخصوص على المجال 1 2 لان اف داله حدوديه والدالة الحدودية دائما متصلة على R. الخطوة الثانية غادي نحسبو الجداء، إذا كنحسبو F واحد اللي كتساوي لنا واحد أس 3 زائد واحد ناقص 3، أي جوج ناقص 3 اللي هي ناقص واحد، و F لي جوج كتساوي لنا جوج أس 3 زائد جوج ناقص 3 أي 10 ناقص 3 اللي هي 7. إذا F واحد موجب و F لجوج سالب أو العكس، وبالتالي الجداء ديالهم اف د واحد في اف د جوج كيعطيني ناقص 7 اللي هي عدد سالب. اذا حسب مبرهن القيم الوسيطية المعادلة اف الاكس تساوي صفر تقبل على الاقل حلا في 1 2.